السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية من قناة المرابطون وتتابعون فيها. في أول مهرجان له منذ تأسيسه، منتدى الديمقراطية والوحدة يبدي تفاجؤه من تصريح الرئيس بن واديبو ويؤكد استعداده للحوار. رئيس لا تلمس جنسيتي يلتقي الرئيس الموريتاني، ووضعية الإرث الإنساني واللغات الوطنية أبرز مواضيع النقاش. تحت شعار نجدد الوفاء للشهداء، انطلاق الأسبوع الثقافي للمبادرة الطلابية لمناهضة الاختراق الصهيوني والدفاع عن القضايا العادلة. أسواق العاصمة الاقتصادية واديبو بين غلاء أسعار المواد الغذائية وارتفاع رسوم الإيجار. وفي الرياضة تتابعون المنتخب الوطني المرابطون يواجه منتخب الموريشيوس السبت المقبل في التصفيات التمهيدية لبطولة الأمم الإفريقية. أهلا بكم. قال رئيس المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة الشيخ سيد أحمد البابامين إن المنتدى فوجئ من النقاط التي وضعها الرئيس الموريتاني محمد العبد العزيز كخطوط حمراء غير قابلة للنقاش. وأضاف والباب أمين في كلمة له خلال مهرجان نظمه المنتدى أن الأخير لا يزال مستعدا للمشاركة في حوار سياسي من أجل التوصل إلى اتفاق مشترك يضمن مشاركة الجميع. التفاصيل نتابعها في التقرير التالي. تعرف ساحة مسجد ابن عباس أنصار منسقية المعارضة الديمقراطية أيام مطالبتها بترحيل نظام والعبد العزيز العسكري الأحادي الفاسد حسبها، لكن العهد يتجدد بالساحة اليوم، وقد تسمت أحزاب المنسقية وتجمعت تحت لواء منتدى الديمقراطية والوحدة، والذي يجمع بالإضافة للأحزاب السياسية منظمات المجتمع المدني والشخصيات الوازنة والمحايدة، وغايته هي إيجاد حلول لما بات يوصف بالصيغة التوافقية لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة والتي باتت على الأبواب. في هذا المنتدى عنهم يبحثوا عن حلول جميع المشاكل الوطنية المطروحة في هذا البلد، القديم منها والحالي واللي ناتج عن الأزمة اللي تعيش البلاد منذ 5 سنوات، والله أكثر من 5 سنوات. خطاب المنسقية ما زال يتمسك ببعض ألقه رغم ضعف الحضور وتطور بعض المواقف السياسية نهاية مرحلة منسقية المعارضة المقاطعة إبان انتخابات 23 من نوفمبر البلدية تجاه آلية التوافق على إجراء الانتخابات المرتقبة بشروط المعارضة المطروحة ونقاش شروط الأغلبية الحاكمة. وبروح ديمقراطية نناقشوا كل شيء ونطرحوا على الطابلة كل شيء إلى توصلنا لشي مسؤول، ماشيين قايسين انتخابات توافقية، وإلى ما توصلنا لشي مسؤول ولشي جدي كيف قال هو تقدر تخلق الانتخابات دون المعارضة وتقدر تخلق المعارضة دون الانتخابات. احتمال انتخابات رئاسية بدون مشاركة المعارضة ووجود معارضة مقاطعة للانتخابات تبقى واردة، بدليل أن النظام والأغلبية لا يساومون على إجراء الرئاسيات في وقتها، والمعارضة لا تقدم أي تنازلات عن مطالبها التي تقول بأنها ملحة. خرجة جديدة لأحزاب منسقية المعارضة المقاطعة لانتخابات البلدية والتشريعية الماضية والداخلة في جلسات حوار مع الأغلبية تحت عنوان منتدى الديمقراطية والوحدة قبيل الرئاسيات المرتقبة، والتي يقول النظام إنه لا يساوم في إجرائها في أجالها المحددة. محمد الدد، قناة المرابطون، واكشوط. قال رئيس حركة لا تلمس جنسيتي عبدول بيرانوان إن اللقاء الذي جمع بينه والرئيس الموريتاني محمد العبد العزيز جاء نتيجة ما يعتبرها مخاوف باتت تشكل أولوية لدى حركته وتتعلق أساسا بقضية الإرث الإنساني والاهتمام باللغات الوطنية إضافة إلى الإحصاء. تطرقنا لقضية اللغات الوطنية البولارية والولفية والسننكية والبمبارية، هذه اللغات التي يجب أن تدمج في النظام التربوي ويعلن عنها كلغات رسمية مثل العربية التي هي لغة الجمهورية الإسلامية الموريتانية. وتطرقنا أيضا لمسألة المبعدين وتحدثنا عن الإرث الإنساني بصفة عامة، بالإضافة لجميع القضايا التي تدافع عنها حركة لا تلمس جنسيتي، ومن بينها قضية لامي مانغال الذي تم استهدافه من طرف الدرك. وقال بيرانوان في تصريح لقناة المرابطون إنه متفائل بشأن التزام الرئيس الموريتاني محمد العبد العزيز بإيجاد حلول لأهم القضايا المطروحة من قبل الحركة. تعهد لنا الرئيس محمد العبد العزيز بالبحث عن الحلول للقضايا الأكثر إلحاحا كقضية تعدد الجنسية، وكذلك فرض بطاقة الإقامة في الخارج وعملية تسهيل شروط الإحصاء، وكذلك المبعدين، وسننتظر لنرى ما سيتحقق وإلا سنواصل النضال.
ريغلي دون لو كا كونترير نو كونتينيون لا موبيليزاسيون. اطلقت المبادره الطلابيه لمناهضه الاختراق الصهيوني والدفاع عن القضايا العادله بكليه الاداب والعلوم الانسانيه بجامعه نواكشوط اسبوعها الثقافي تحت شعار نجدد الوفاء للشهداء. حفل الافتتاح عرف مشاركه عدد من الشخصيات الناشطه في المجال السياسي والنقابي. التفاصيل نتابعها في التقرير التالي. اسبوع الشهيد، هكذا أرادت المبادرة الطلابية لمناهضة الاختراق الصهيوني والدفاع عن القضايا العادلة أن يكون أسبوعها الثقافي لهذا العام، تجديدا منها كما تقول للوفاء لرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فقضوا نحبهم. الشيخ أحمد ياسين، عبد العزيز الرنتيسي، نزار ريان، صلاح شحادة، عماد عقل، أحمد الجعبري وغيرهم كثير ممن سالت دماه الزكية في سبيل الذود عن قضية الأمة الأولى والأخيرة، القضية الفلسطينية. القضية الفلسطينية مرت بهذه المراحل اللي مرت بها على مدى التاريخ، والحمد لله وبفضل الله تعالى جاب لها الله تبارك وتعالى هؤلاء الأبطال مؤسسي الحركة، حركة حماس، وعلى رأسهم الشهيد البطل أحمد ياسين. آمن هؤلاء الشهداء بالقضية فضحوا بأغلى ما يملكون ليصنعوا بذلك ما عجز الكثير من الأحياء عن صناعته. لم يموتوا وإنما هم أحياء عند ربهم يرزقون، يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، فمواكب الشهادة ما تزال تترى ما وجد المضحون المؤمنون بالقضية حقا. سيد قطب في الظلال قال عن أن هؤلاء لا ينبغي أن يقال لهم أموات، لأن أول ما ينبغي أن يتبادر للإنسان من خلال الموت هو أمران: الخمول والثاني الانقطاع. فقالوا هؤلاء الذين يقتلون في سبيل الله لا تتوفر فيهم سمة من هذه السمات، ليسوا خاملين ولم ينقطعوا من دنياهم. هو أسبوع تقول المبادرة الطلابية إنها أرادت من خلاله الوقوف إجلالا لشهداء ضحوا في سبيل قضية طالما آمنوا بها وما بدلوا عنها تبديلا. نظم طلاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية وقفة احتجاجا على ما سموه قرار الكلية الرافض لفتح الماستر أمام الخريجين، وأكد الطلاب استمرارهم في تنظيم الوقفات الاحتجاجية حتى تتم تلبية مطالبهم المتمثلة بالأساس في فتح الماستر أمامهم. ندعو جميع الجهات المعنيه الى الوقوف معنا في هذه القضيه العادله، اللي هذه حركه تسجيل الماستر حق لكل خريج، حركه تاسست منذ 6 أشهر، وانا شخصيا باسم رئيسها ادعو الجميع الى الوقوف. هذه الجامعه كليه العلوم القانونيه والاقتصاديه يجري فيها ياس من الامور التي لا تليق بالاداره وحتى لا تليق بنا كمجتمع مسلم. هذا من الانبطاح موجود داخل هذه الجامعه، وهذا من التملق والعماله لحق ويوفى. والسيد رئيس الجمهوريه في خطاباته كامله كان يدعو الى ان الاداره تكون خاصه بالمواطنين وتكون قريبه من المواطن. أنا أرى أن هون داخل جامعتنا انفتحت لبعض الأقسام مثل أهل بلينج، الإخوة في بلينج، وأهل الاقتصاد تخصص جديد اللي المالية الإسلامية، ونحن اللي لنا سنة ولا ثنتين عرض علينا أنه لا يوقف ماستر مدة سنتين من أجل ياك تصلح. شنو هي تضحيتنا احنا في هذا؟ هو هذا النظام اللي قالوا الام دي نظام متكامل. لذلك ندعو الجميع من على هذا المنبر الشريف أنه يحاول يقف مع إخوانه في هذه الوقفة الصامدة الأبدية، ونحن رانا نبشركم ونبشروا جميع وسائل الإعلام على أن الوقفة مستمرة ولها ما بعدها إن شاء الله. طالب عدد من سكان تنسويلم رقم 2 في وقفة نظموها أمام القصر الرئاسي الرئيس الموريتاني محمد العبد العزيز بالتدخل من أجل تسوية وضعيتهم ومنحهم قطعا أرضية صالحة للسكن. وقال المانويل محمد جيد المتحدث باسم المحتجين إن عائلاتهم تعيش في حالة شبه تشرد منذ أزيد من سنة بعدما هدمت مساكنهم بدواعي التخطيط، مؤكدا أن السلطات لا تزال تماطلهم بتوفير المساكن رغم استيفائهم الشروط القانونية المطلوبة. احنا سكان تنسويلم رقم 2 مدققين من الليل والسنوات 3 أشهر، ومن ذيك الساعه اللي هو الحاكم يماطلنا والوالي يماطلنا ولاجئ على مستوى المقاطعات ماطلنا،
سمعتوا اليوم جايين لرئاسة الجمهورية ندروها تسوي مشكلتنا، وابسط شن دروه اقلش شن دروه وابسط شن دروه هي قطعة من الارض، هي ابسط حق يطلب المواطن على دولته. ما ندروا حد يبنينا، ما ندروا حد يدمجنا، ما ندروا حد ندوروا قطعة من الارض نبركوا فيها شاشرتنا وعلياتنا، هذا هو قد اللي ندوروا من الشيء. ما ندوروا شيء ثاني، متقدقين من الليل والسنة وثلاث اشهر واللي خلقوا الشاشرة فم تحت من الخريف وخلقوا في الشتاء القتمة وماتوا العليات، واليوم احنا ندوروا قطعة من الارض هي ابسط رواية يطلبها المواطن على بلده. ونبقى بشان القصر الرئاسي، حيث احتج عدد من ذوي ضحايا احداث 1991 و 1998 رافعين شعارات تندد بما يصفونه الظلم الذي تعرضوا له من طرف السلطات، وطالب المحتجون بلقاء رئيس موريتانيا محمد العبد العزيز من أجل إنصافهم وتسوية ملفهم العالق منذ فترة وفق تعبيرهم. نظم عدد من العاملين بدكاكين أمل وقفة احتجاجية أمام الشركة الوطنية للإيراد والتصدير سونامكس، مطالبين الجهات المعنية الإسراع بتسديد أجورهم المستحقة والمتأخرة وفق تعبيرهم. نحن هذا مسيري أمل وزانتهم، وحتى المشرفين هم اللي يعيشوا معنا أخوتنا في نفس المأساة، وجينا هون واقفين من أجل قضية مهمة جديدة ماضية واحدة فيها طارئ جديد ما كان يخلق، هو تأخير الأجور. عادة كل شهر كنا في المرحلة الماضية نجبر أجورنا وهذا مثمنينه، لكن تفاجئنا في ذا الشهر عنا اليوم الى اليوم السابع على الثامن ونحن ما فتنا جبرنا اجورنا، وهذا من الدين به ونعتبره عنه خطر خطير ما يعكس اهميه البرنامج عند السلطات المعنيه. يشكو عدد من مرتادي اسواق العاصمه الاقتصاديه نواذيب غلاء اسعار المواد الغذائيه، كما يشكو الباعه من غلاء اسعار الايجار. التقرير التالي يلقي المزيد من الضوء على الاسواق والاسعار بنواذيب. سوق الغيران في العاصمه الاقتصاديه نواذيب سوق يعج بالبضائع والمواد الغذائية الأساسية للساكنة. مرتاد السوق يشتكون من ارتفاع الأسعار المواد الغذائية واللحوم بشقيها التي تزين مائدة أبناء مدينة البحر. كنا احنا هذه منطقة حرة وكل شيء تعود عندنا، هي احنا ما عندنا شيء، هي كل شيء عندنا واعر. الحام نشروه ب 2500 الفركة، سمعت ولقنا منشروه هون ب 40 وب 45، والحوت هون بالعاصمة الاقتصاد نشروه هون كيلو ب 3000 وب 2800. سمعت والخضره اللي كانت تجينا من المغرب محد انها ما هي منطقه حره، كانت تصل نشروها من هون 140 عندنا هون نشروها بذره 100 و280. واجهه السوق تزينت بالاكراه على ما يبدو بالاوساخ والقمامات، في وقت يقول ابناء السوق ان البلديه مستقله عن دورها في ازالتها من الشوارع الرئيسيه. والمرصه هون اللي الوسخ هاي سمعت ما في رقاش قد يبكر يبالي، ولا السبالة وساخون معرمين والكبة والأمراض وشي ما تعرف. الباعة هم الآخرون يشتكون من ارتفاع أسعار الإيجار والمطاردات من قبل السلطات. الأسواق هون عندهم مشاكل، نحن نعطوا ضريبة سنوية ونعطوا الضريبة الشهرية ونعطوا الدوت يوم الشهر هذا كل شهر نخلصوا البلدية. كل سنة خلصوا بديه وخلصوا يوار 70,000 ولا 80,000، وبالتالي نحن كامل ما راجعنا منه ما هو عنا ينقلع متاعنا وخسر متاعنا وخسر كامل، وإن قالنا هاي منطقة حرة ولا ما هي حرة. سوق الغيران وهاجس ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الغذائية، والتي تظل نداءات المواطنين بضرورة وضع رقابة عليها من مضاربات التجار. أن ترتفع أسعار المواد الغذائية في سوق نواذيب فهذا أمر اعتاد عليه المواطنون كما يقولون، ولكن وجه الاستغراب هو الارتفاع المتزايد في سعر السمك في مدينة عرفت بمدينة السمك والبحارة. الداهي يعقوب، قناة المرابطون، نواذيب. رياضيا، في هذه النشرة أكدت الاتحادية الموريتانية لكرة القدم أن اللاعب دومينيك دا سيلفا قائد منتخب المرابطون ولاعب نادي الزمالك المصري سيلعب مباراة السبت المقبل ضد جزر الموريشيوس في ذهاب مباراة التصفيات التمهيدية لبطولة الأمم الإفريقية التي ستنظم العام المقبل بالمغرب. هذا وكانت الشكوك تحوم حول مشاركة اللاعب دا سيلفا في اللقاء المرتقب. نتابع. من سيكون جاهزا للقاء ومن سيغيب سواء بسبب الإصابة أم لأسباب أخرى؟ تلك هي عناوين واقع الساحة الرياضية قبل يومين مباراة الموريشيوس. موقعة السبت المقبل انتدب لها الناخب الفرنسي جميع أسلحته المتاحة، غير أن عوامل الغياب كانت موجودة بلا شك. اللاعب دومينيك دا سيلفا لاعب الزمالك والمنتخب الوطني كثرت الشائعات حول عدم مشاركته في اللقاء بسبب الإصابة تارة
وتارة أخرى بسبب مشاكل في الأوراق، لكن الاتحادية الوطنية لكرة القدم أكدت أن قائد المنتخب في مباراة النيجر دومينيك دا سيلفا سيكون حاضرا بمواجهة موريشيوس إذا ما سمح له ناديه المصري بالسفر لمساندة المنتخب، رغم أن اللاعب لم يقدم ما ينتظره منه الجمهور الرياضي في مباراة النيجر الودية. على عكس دومينيك سيكون غياب برج الدفاع الوطني وصمام الأمان للمنتخب أبدولبا صاحب 20 عاما محتملا بسبب الإصابة، وهو ما من شأنه أن يشكل صدمة للشارع الرياضي إذا ما حدث، خاصة أن اللاعب أبلى بلاء حسنا في مباراة النيجر. لتبقى الجماهير الوطنية تواصل التصفيقات والتشجيع لمنتخبها الوطني سواء من غاب ومن حضر. أحمد عبد الله يلمي، قناة المرابطون، نواكشوط. إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل نهاية هذه النشرة وقد تابعتم فيها في أول مهرجان له منذ تأسيسه منتدى الديمقراطية والوحدة يبدي تفاجؤه من تصريح الرئيس بن واديبو ويؤكد استعداده للحوار. رئيس لا تلمس جنسيتي يلتقي الرئيس الموريتاني ووضعية الإرث الإنساني واللغات الوطنية أبرز مواضيع النقاش. تحت شعار نجدد الوفاء للشهداء انطلاق الأسبوع الثقافي للمبادرة الطلابية لمناهضة الاختراق الصهيوني والدفاع عن القضايا العادلة. أسواق العاصمة الاقتصادية نواذيبو بين غلاء أسعار المواد الغذائية وارتفاع رسوم الإيجار. وفي الرياضة تابعتم المنتخب الوطني المرابطون يواجه منتخب موريشيوس السبت المقبل بتصفيات التمهيدية لبطولة الأمم الإفريقية. بإمكانكم مشاهدينا الكرام متابعة بثنا الحي على موقعنا الإلكتروني المرابطون.tv. لكم تحياتنا والسلام عليكم ورحمة الله.